بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتعلم مع بعض يا جماعة ازاي نعمل كلاس معين في البودي بتاعنا راندوم، كل ما الشخص يفتح يلاقي البودي ده ليه كلاس معين غير التاني، وهكذا من مجموعة كلاسات طبعا احنا حطيناها. والكلاس دي كلها بيكون العناصر اللي جوه الصفحة عندك معتمدة عليها عشان تغير اللاي اوت. يعني مثلا هنعمل H2 بالشكل ده، وهنكتب فيه هالو ميل زيرو ويب سكول، وهنعمل بعديه باراجراف واقول له this is B. طبعا كل ده على سبيل المثال. وهاجي انا في الملف CSS مثلا هقول له اول كلاس عندي كلاس 1 مثلا H2 الكالر بتاعه شباك 080، وبعدين الباراجراف الكلام بتاعه مثلا اخضر بالشكل ده. ده اول كلاس عندي في H2 في B. هعمل انا كلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4. هنا كلاس 1 ده كلاس 2، نسمي الكلاسات اولا وبعدين نغير الالوان، وده كلاس 4 بالشكل ده. اول واحد هيكون اخضر، التاني مثلا هيكون احمر، والتالت ازرق مثلا، وهنا اي لون تاني بالشكل ده. كل كلاس من دول لو اتحط على البودي بتاعنا ال H2 وال B هيتغيروا. طيب تعال نحط كلاس واحد منهم كده، او مثلا كلاس 3 ده بالشكل ده. نجرب كل حاجة قبل ما نعمل اي حاجة في الجافا سكريبت. كلاس بيساوي كلاس 3، دي الصفحة بتاعتنا اهو. كلاس 3 الهيدنج لونه ازرق والباراجراف لونه ازرق، جميل جدا. ندخل على الجافا سكريبت ونشوف الفكرة بتاعتنا. فكرة الدرس random class on body. طبعا لو في حاجة اقل من very easy كنا هنكتبها. هنستخدم ايه فيه؟ هنستخدم الاري، وهنستخدم الماس.floor والماس.random اللي هو بيجيب لك رقم عشوائي. طيب اول حاجة var class list، هجيب له الكلاس ليست بتاعتي. ايه هي الكلاس ليست بتاعتي؟ الكلاس ليست بتاعتي عندي كلاس 1، وعندي كلاس 2، وعندي كلاس 3، وعندي اخر حاجة خالص كلاس 4. دول الاربعة كلاسز بتوعي، حطيتهم كلهم راندوم. بعدين هبدأ اجيب راندوم كي منهم. ايه هو الراندوم كي منهم لو عايز اجيب؟ تعالوا نقول له قبل اي حاجة في الكونسول. هطبع في الكونسول الماس دوت راندوم اللي احنا كنا بنعملها وعملناها في الدروس اللي فاتت كلها لو انت متابع دروس الجافا سكريبت. اني بقول له ماس دوت راندوم بيجيب لي رقم عشوائي وبضربه في الكلاس ليست دوت لينكس اللي هو عدد العناصر الموجودة في الاري بتاعتي اللي هم اربع عناصر دول. وطبعا بروح مقرب الرقم للفلور. بصوا معايا 0 2 3 0 1 2 3، هيجيب لي 0 1 2 3 في كل الحالات. واروح مقرب الرقمين دول بالماس دوت فلور بالشكل ده. اروح اشوف الرقم اللي هيطلع 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3، مش هيطلع بره الاري. اما يجيب لي الصفر ده اسمه زيرو بيست اندكس، ده الزيرو الاندكس رقم 0، ده 1 وده 2 وده 3. الرقم العشوائي ده جه منين؟ جه من عدد العناصر الموجوده في الاري بالشكل ده. طبعا الموضوع ده يا جماعه شرحناه في كل الدروس اللي فاتت، ارجع لدرس الماس فلور او الماس راندوم في كورس الجافا سكريبت هتشوف شرح بالتفصيل الممل ليه الرقم جه كده. برضو انا قلت المعلومه بطريقه بسيطه، ماس دوت راندوم بيجيب لك رقم عشوائي، لما بضربه في الكلاس ليست دوت لينكس بيضربه لي في الاربعه دي، فبيجيب لي هو رقم عشوائي وطبعا بيكون عليه علامات عشريه. الماس دوت فلور بيقربه لك لتحت يعني 1.9. بصوا معايا تجربة بسيطة جدا عشان برضو لو حد ما شافش الدروس ما يكونش ايه ضايع. لو جيت قلت له ماس فلور 1.9 بيقربهولي للواحد، 1.999 بصوا بيقربهولي للواحد. الفلور يعني ارضية، بيقرب لك الرقم لتحت، فبالتالي دايما مستحيل يطلع بره الاري، بيجيب لك دايما 0 1 2 3 على حسب الاري بتاعتك. ولو حطيت كلاس
دلوقتي 5 هتلاقي رقم 4 ظهر، يبقى 0 1 2 3 4. طيب هو ده اللي احنا عايزينه في الدرس، مش عايزين اكتر من كده، ان احنا نجيب راندوم كي من الاري بتاعتنا. فهقول له راندوم كي او راندوم اندكس بيساوي الرقم اللي بيطلع عشوائي هنا ده بالظبط، مفيش اي اختلاف على الكلام ده، خلاص الكونسول مش محتاجين. طيب عايزه بقى انا كل ما اعمل ريفريش للصفحه يروح جايب لي كلاس من الاربعه دول كل مره، فبالتالي كل ما شخص يدخل الموقع يلاقي اللي اوت مختلف، واحد من اربعه، واحد من خمسه انا محددهم. عادي الفكره دي ممكن تعملها انت في اي حاجه على فكره، في بروفايل، في صفحه بروفايل، عايز الشخص كل ما يدخل يشوف الوان مختلفه، يشوف فكره مختلفه، يشوف حاجه مختلفه، يشوف صوره مختلفه، اعلان مختلف. ما دام اتعلمت الفكره وفهمت بتعمل ازاي تقدر انت تعمل بيها اي حاجه انت عايز، احنا بس عايزين نعرف الفكره، يعني مش لازم تطبقها بالظبط على ان انت تحط راندوم كلاس للبودي بتاعك، عادي اعمل بيها اي حاجه. طيب هقول له انا دوكيومنت دوت بادي دوت سيت اتريبيوت، هعمل سيت للاتريبيوت. ايه هو الاتريبيوت اللي انا هعمل له سيت؟ اتريبيوت الكلاس، اتريبيوت الكلاس انا هعمل له سيت، هحط فيه كلاس معين. ايه هو الكلاس المعين ده؟ هقول له كلاس ليست، جيب لي الاري بتاعت الكلاس ليست. هو عايز دلوقتي رقم جوه الاري، انا عايز اندكس يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3، انا عايزه يا جماعه يجيبوا لي عشوائي، مش عايزه يجيبوا لي بمزاجي. طب بصوا انا الاول هجيبه بمزاجي مش هجيبه عشوائي. لو جيت قلت له 1 اندكس رقم 1 في الاري ده فين؟ ده 0 ده 1، هيجيب لي كلاس 2. بصوا معايا على السي اس اس، كلاس 2، كلاس 2 لون ايه؟ احمر، يبقى هيجيب لي احمر هنا، شايفين اهو. طيب انا عمال اعمله دلوقتي يدوي مش بعمله اوتوماتيك، 0 1 2 3، خليه يجيب لي اخر كلاس عندي، اخر كلاس لون عجيب كده اهو اصفر، شايفين. طيب انا عايزه عشوائي بقى، عشوائي يبقى تعالى جيب لي راندوم كي، ادي راندوم كي كده، كل ما تفتح الصفحه هيجي لك لون مختلف، شايفين. كل مره هتلاقي لي اوت مختلف، مره ازرق، مره اخضر، مره مش عارف ايه، حسب الكلاسز بتاعتك، كل الكلاس اللي انت حاططها. ممكن الكلاس ليست دي تكون صور، والصور دي تكون باك جراوند للصفحه، ممكن تعمل افكار كتير جدا. حط هنا خمس صور، وهنا في الكلاس كل كلاس منهم، كل كلاس من الكلاسز دي يكون ليه باك جراوند للبادي بتاعك صوره مختلفه، وكل ما الشخص يدخل يلاقي الباك جراوند بتاعت البادي بتتغير لصوره تانية خالص. ممكن تعمل مليون فكره بالموضوع ده. الخلاصه هو ازاي نستخدم السيت اتريبيوت النهارده، مفروض مع الماس دوت راندوم نحط برده السيت اتريبيوت عشان يكون كل حاجه مظبوطه. استخدمنا الاري واستخدمنا الماس فلور والماس راندوم والسيت اتريبيوت، عملنا فكره بسيطه ممكن ان شاء الله تطلع بيها باي حاجه عشان تعملها في الويب سايت بتاعك. يا رب يا جماعه الكود يكون بسيط وخفيف وما يكونش فيه اي مشكله. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.